السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدروس المصورة في مادة اللغة العربية مهارة الإملاء. درسنا اليوم هو الهمزة المتطرفة على واو. عزيزي الطالب، ما المقصود بالهمزة المتطرفة؟ الجواب: هي الهمزة التي تكون في آخر الكلمة، مثل كلمة مرفأ، تباطؤ، لاحظ معي، مبادئ شيء. إذا لاحظنا أن كلمة مرفأ رسمت الهمزة في آخر الكلمة ورسمت على الألف، وكلمة تباطؤ رسمت الهمزة على واو في آخر الكلمة، وكلمة مبادئ رسمت الهمزة على ياء في آخر الكلمة، وكلمة شيء رسمت الهمزة على السطر في آخر الكلمة. معي أحد الطلاب الآن سيقرأ الكلمات التي بها همزة متطرفة. مرفأ، تباطؤ، مبادئ، شيء. جزاك الله خيرا. سؤال: على ما تعتمد الهمزة المتطرفة في كتابتها؟ تعتمد على الحركات الأصلية: الكسرة، الضمة، الفتحة، السكون. أمثلة تطبيقية: تباطؤ، لاحظ أن كلمة تباطؤ الهمزة رسمت في آخر الكلمة وما قبلها حرف الطاء وهو مضموم، لذلك رسمت الهمزة على واو. كلمة لؤلؤ رسمت الهمزة على واو، والسبب لأن حرف اللام الذي يسبقها مضموم. وكلمة يجرؤ رسمت الهمزة متطرفة على واو في نهايتها لأن حرف الراء الذي يسبقها مضموم. معي أحد الطلاب سيقرأ الكلمات الثلاث: تباطؤ، لؤلؤ، يجرؤ. جزاك الله خيرا. نستنتج الآن القاعدة: تكتب الهمزة في آخر الكلمة على واو إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما. تدريبات إسرائية: أكمل الجمل الآتية بكلمات تحوي همزة متطرفة على واو. المثال الأول يقول: يسير الطفل بفراغ. ما الكلمة التي يمكننا أن نضعها في هذا الفراغ شرط أن تكون الهمزة متطرفة على واو؟ معي ابننا النجيب، هل يمكنك أن تضع لنا كلمة بها همزة متطرفة على واو؟ ماذا يمكننا أن نقول؟ تباطؤ. تباطؤ، أحسن. هل يمكنك أن تقرأ لنا الجملة كاملة؟ يسير الطفل بتباطؤ. جزاك الله خيرا. المثال الثاني: يجب أن يكون فراغ الفرص بين العاملين موجودا. ما الكلمة التي يمكننا أن نضعها في هذا الفراغ وتكون همزتها همزة متطرفة على واو؟ تكافؤ. تكافؤ، أحسن. يجب أن يكون تكافؤ الفرص بين العاملين موجودا.
أحسنت يا بني. المثال الثالث: نستخرج فراغ من البحر. ما الكلمة التي يمكننا أن نضعها في هذا الفراغ يا بني؟ اللؤلؤ. اللؤلؤ، أحسن. اللؤلؤ همزتها همزة متطرفة على واو. ممكن أن تقرأ لنا المثال؟ نستخرج اللؤلؤ من البحر. جزاك الله خيرا. وبهذا تكون انتهت مادة الدروس المصورة في اللغة العربية في مهارة الإملاء، مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق.